السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أيها الكرام أن تمتلأ بيوتنا بالحب والحنان والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا ذهب إلى ابنته فاطمة تقول له مرحبا أبتي، وتستقبله استقبالا جميلا. بل إننا نلاحظه عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه ابنته فاطمة رحب بها وقال مرحبا ابنتي، وكان يقبل رأسها ويضعها إما عن يمينه وإما عن يساره عليه الصلاة والسلام. أحبتي الكرام، كم اليوم من البيوت تفتقد الحب والحنان، لا يلاحظ الأبناء والبنات من والديهم كلمة محبة ولا يرون معهم تودد. أيها الكرام، إننا اليوم بحاجة أن نشبع كثير من العواطف والغريزة العاطفية في قلب أولاد في قلوب أولادنا وبناتنا. قل له أحبك، ضمه إلى قلب إلى صدرك، قبله يا أخي المبارك. هذه أشياء اليوم نكاد نفتقدها. يقول أهل التربية أن أولادنا بحاجة كثيرة أن نمسح رؤوسهم وأن نقبلهم وأن نضمهم في اليوم عدة مرات حتى يمتلئوا حبا وحنانا، وحتى نغذي هذه الغريزة، وحتى يشعروا بالأمان ويشعروا أنك أنت يا أيها الأب وأنت يا أيتها الأم المرجع لهم إذا حصل لهم أي شيء، وأنتم من ترتقون بهم في سلم الحياة. فهيا بنا لنغمر بيوتنا حبا ورحمة. يقول عليه الصلاة والسلام ما كان إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أوجد فيهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. فالرفق جميل والرحمة جميلة والمحبة أجمل. أسأل الله أن يسعد لنا ولكم البيوت يا رب العالمين.